الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان، موجودين مع حضراتكم من شرم الشيخ مدينة السلام، هذه البقعة الفريدة من أرض بلدنا الغالية. للحقيقة يعني بتظهر في أبهى صورها الاستقبال لهذا الحدث الإعلامي، منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وإحنا موجودين مع حضراتكم هنا عشان نغطي كل أحداث وفعاليات المنتدى. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، وحلقة جديدة وحلقة مختلفة كالعادة من صباح الخير يا مصر. من هنا من شرم الشيخ بنتابع مع حضراتكم، واكيد حضراتكم متابعين بقالنا 4 أيام موجودين هنا في شرم الشيخ عشان نتابع تفاصيل وورش عمل وجلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. اتكلمنا عن الحضور اللي موجود، واعتقد ان احنا خلال الفتره اللي فاتت كان كل ضيوف المنتدى غالبا موجودين معانا في صباح الخير يا مصر. كل الناس اللي كانت بتشارك في ورش العمل، كل الناس اللي كانت بتشارك في الجلسات، كل الناس ضيوف مصر كانوا مشرفينا هنا في صباح الخير يا مصر وفي القناه الاولى بشكل عام. تغطيتنا مستمره طبعا لحضراتكم وتفاصيل اليوم الختامي، الجلسه الختاميه، وكذلك التوصيات، والتوصيات دي طبعا بيتم اعتمادها دوليا لان كل دول العالم بتشارك. واحنا شفنا طبعا في الافتتاح قاده وصناع راي وشخصيات مؤثره وشباب كلهم قاعدين عشان يتبادلوا الرؤى ويتبادلوا الافكار عشان في الاخر نخرج بتوصيات يمكن تطبيقها ويمكن تنفيذها في كل دول العالم اللي ممكن تواجه اي تحدي من اي نوع. واعتقد ان الجلسات يا هدير كان عناوينها كانت واضحه وبتقول ان جائحه كورونا فرضت نفسها على جلسات المنتدى في هذا التوقيت. صحيح يا شاذلي، والحقيقه ان المنتدى السنه دي جه علشان يكسر العزله اللي كانت حاصله طبعا بعد يعني عامين من جائحه كورونا، ويمكن علشان كده السنه اللي فاتت ما كانش في المنتدى، لكن السنه دي وتحت شعار العوده معا بينعقد منتدى شباب العالم. الحقيقه يعني تجميعه كده من كل شباب العالم ما اعتقدش انها ممكن تحصل في حته غير مصر. مساله التبادل والتكامل الثقافي والرؤى في كل القضايا الحقيقه شيء غايه في الاهميه، ان احنا نشوف الشباب بيساعد في صناعة القرارات. مسألة انه الشباب تقعد على طاولة الحوار، وزي ما شاذلي كان بيقول بنتكلم عن توصيات، الحقيقة انه يعني انا ما شفتش موضوع التوصيات ده غير لما شاركت في احدى ورش العمل داخل المنتدى، كانت تحت عنوان نحو سياسات مائية رشيدة من اجل الانسانية. ومسألة انه نخرج من الورشة التحضيرية للجلسة اللي حصلت بعد كده بتوصيات تخرج من الشباب نفسه، شباب من دول مختلفة مشاركة في الورشة، الحقيقة شيء يعني أسعدني أنا شخصيا، لأني وأنا بدير الورشة ما كنتش متخيلة إيه حجم الأفكار والرؤى اللي موجودة عند الشباب المشاركين، لأنه أعمارهم مختلفة ويمكن كتير منهم أعمارهم صغيرة، فمسألة أنهم يكونوا مهتمين بمسألة الشح المائي شيء غاية في الأهمية. وهنا تكمن أهمية المنتدى، أنه القضايا اللي بتناقش في المنتدى وبيسمح للشباب أنهم يكون عندهم رؤى خاصة بهذه القضايا، قضايا غاية في الأهمية. وإحنا بنتكلم عن مجابهة الفقر اللي بيدمر الدول، وإحنا بنتكلم عن التجربة المصرية في مواجهة جائحة كورونا بعد ما تم من سنوات من الإصلاح الاقتصادي، وبعد ما تحمل الشعب المصري أعباء الإصلاح الاقتصادي، ولولا ما تم من إصلاح اقتصادي ما كناش قدرنا يمكن نعدي بمسألة جائحة كورونا. الجيش الأبيض وكل اللي عملوه خلال جائحة كورونا، حتى المسرح، مسرح شباب العالم الشاذلي، يعني الفن والثقافة تتجسد في أبهى صورها في مسرح شباب العالم. مسألة اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور بل والتعقيب في الكثير من الجلسات، وتوضيح موقف مصر تجاه العديد من القضايا من خلال منتدى شباب العالم اللي يعني خلاص بيعتبر منصة دولية شبابية. يعني التوصيات اللي بتخرج منه، واحنا النهارده في صدد انتظار هذه التوصيات، بتعتمد دوليا في كل المنصات، وفعلا الشباب بيشارك في صناعة القرارات. القضايا اللي بتناقش هنا قضايا غاية في الأهمية، ويمكن شفنا كمان مسألة حياة كريمة وقد إيه حياة كريمة حققت السنين اللي فاتت، وطبعا لسه منتظرين منها المزيد والمزيد في مسألة مجابهة الفقر. الحقيقة شاذلي موضوعات غاية في الأهمية في المنتدى، جلسات وورش عمل كل الشباب اللي حضروها استفادوا منها بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. ومسألة إنه الناس اللي شافت ده في شرم الشيخ وشافته في مصر ترجع تحكي لكل يعني الناس الموجودين في بلدها اللي شافته في مصر، ده نجاح كبير جدا لمنتدى شباب العالم. سمعة مصر الغالية علينا جدا 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 على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي، إنه إحنا عندنا كوادر يعني تقدر انها تحقق نجاح كبير في منتديات زي منتدى شباب العالم اللي احنا بنشوفه ده، هي دي بلدنا وده اللي تستحقه
مصر، وده واجبنا كشباب ان احنا نشارك ونتفاعل، ويعني يكون عندنا قدرة كبيرة على ان احنا نحل مشاكل بلدنا، ويمكن كمان ننقل تجاربنا الناجحة، واحنا عندنا تجارب شبابية ناجحة في مجالات عدة ظهرت خلال المنتدى للدول الأخرى. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.